هاي مشاهدينا متابعين معكم مع جريت وول بأوتوفوكس، عم نستعرض كل يوم طراز جديد من هالشركة المميزة بعالم السيارات، ودائما معنا سارة دبوسي بأوتوفوكس تخبرنا أكثر عن سيارات. سارة حضرتك بارتنر مانجينج بارتنر بدبوسي جروب، وعم نستعرض عن جد موديلات حلوة كثير من جريت وول. رح نبلش حلقتنا اليوم قبل ما نحكي عن الفولكس الحلوة كثير معنا الفاميلي كار. دور تو دور سيرفيس بدبوسي جروب عم بلاقي اقبال كبير، خاصه مع موبايل نمبر اذا كان في عطله او شيء، دائما في تواصل مستمر بينكم بين زبائنكم. مزبوط جورج، نحن الوحيدين بلبنان يلي بنقدم دور تو دور سيرفيس مع ريبليسمنت كار فري اوف تشارج. اليوم زبون بيتصل بياخذ موعد، بيجي درايفر لعنده بياخذ له سيارته وبيعطيه ريبليسمنت كار بداله، وهو بيرجع له اياها مثل ما قلنا. عم تغنجوا كثير زبائنكم بس هيك؟ هيدي يعني طبيعي، اليوم بتميز حالك بالسيرفيس تبعيتك. نعم. كمان عاملين شيء كثير مهضوم اللي هو بيتصلوا على رقم سيلولر مفتوح 24/7 خصوصي للسيرفيس، يعني هيدا التليفون اني تايم بدقوا عليه بيقدروا ياخذوا ابوينتمنت للسيرفيس وذر فاتحين ولا مسكرين. اليوم رح نتعرف على طراز جديد، شو اسمه؟ اليوم رح نتعرف على الفوليكس في 80 اللي هي بالكاتيجوري تبع الفاميلي كار، اتس 7 سيتر. شكلها هيك لافت مزبوط كحجم، وكمان دايناميك كثير هيك تحسيها جاي فرد بلوك السياره، ويعني هالشيء بيعطي فيها ثبات اكثر على الطريق، بما انه اكيد سياره عائليه يعني مطلوب السيفتي ومطلوب الثبات اهم شيء. مزبوط، اليوم عم نحكي على 2.5 لتر انجن، يعني قد بتعمل بالتنكي اذا 2.5؟ يعني بتعمل حوالي 220 بالتنكي. عم نحكي فل اوبشنز، فل انكلودينج فتحتين سقف، بابين بيفتحوا، شوفوا نستعرضهم سوا على كل حال اليوم اكيد ليعرفوا المشاهدين عن شو عم نحكي اكثر. وسلايد دورز الحلو فيهم انه على الميلتين، يعني بنشوف عاده انه سلايد دور على ميله وحده بالسيارات العائليه يلي بتشبه الفولكس، بس هون الباب على الشمال بيفتح بهالطريقه هيدي مشاهدينا، وكمان على ميلة اليمين بنفس الطريقه. ومثل ما كانت عم تقول ساره، فول اوبشن مش بس من ناحيه الفيتشرز، كمان من ناحيه الجلد الموجود بهال 7 سيتر كار. عم تشوفهم اكثر على الكاميرا، 2 سان روف جلاس بالسياره من قدام ومن ورا ليعطوا اناره اكبر للركاب داخلها. كمان بدنا نسحب الباب كرمال اكثر سيفتي. ومن الناحيه الاماميه اذا بعد فينا نشوف شوي، اللي لافت فيها هو البورد التابلو الحلو من قدام، وحتى الجرد موجود على مقود السياره والتطريز الحلو. سيارة واسعة سارة. مزبوط، سيارة بتساع 7 أشخاص برياحة. نعم. كل مقعد بيقدر يتحكم بالاي سي تبعه وبالتمبريتشر، وأكيد فيها سنسرز فوق لامبس، كل شيء موجود ب يعني هدول ستاندردز بجريت وول. رح نشوف كمان أهم شيء هو التعاون بين جريت وول وميتسوبيشي. التعاون مزبوط. من ناحية المحرك. مزبوط، المحرك والفيتاس ميتسوبيشي. كل سيارات جريت وول يلي 2.4 لتر هن ميتسوبيشي موتور، وكل سياراتهم يلي 1.5 لتر هن جريت وول، واخذين انجن اوف ذا يير على الانجن تبعهم اللي هو 1.5 لتر. تعاون مثمر على كل حال، وهالشيء باكد على جوده الشركه. راح نشوف على كل حال المايفيك ميتسوبيشي موتور 2.4 لتر على الكاميرا. اذا قوه وبنفس الوقت مصروف بنزين ممتاز، مثل ما كانت عم تقول ساره 220 كيلومتر بالتنكي تعمل هل فولكس في 80. سعره، سعر السياره 23900 مسجله خالصه. نعم. ويلي بياخذها من خلال ام تي في حيطلع له 0% فايده لمده 5 سنين، بدفع دفعه اولى 20% من حقه. لقد ايه باقي الاوفر؟ الاوفر باقي من هلا لاخر السنه. نايس. فاي حدا بيشتري فولكس في 80 اليوم بقصتها مع 20% داون بيمنت بدون فوائد.
يعني بيتقسم الريميننج على 60 شهر بدون اي اضافه. تست درايف موجود بالشركه كمان بالشو روم. تست درايف موجود، كل شيء لازم يعملوه هو يتصلوا على الرقم اللي مرق على الشاشه. نعم. وياخذوا ابوينتمنت للتست درايف. ثانك يو ساره مره جديده بالختام، مشاهدينا فيديو خاص عن جريت وول.